السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم لعبة Company of Heroes 2. اللعبة حاليا مجانية على ستيم ونازلة قبل 7 سنين، فعطاهم وقت كافي انهم يطورون اللعبة ويحدثونها. انا عندي اللعبة من زمان، من 2015 ما لعبتها، لكن لاحظت انها موجودة الحين وحبيت اني العبها. اللعبة كنت معطيها على جنب، عرفت الالعاب هذه اللي تقول والله ودي اني العبها بس انه ما تحصل الوقت الكافي وتمر الايام والشهور والسنين. إذا حابين تشوفون فيديوهات أكثر عن اللعبة وعن ألعاب أخرى من هالنوعية، أعطوا الفيديو لايك واشتركوا بالقناة واكتبوا لنا بالتعليقات تحت شنو الألعاب اللي تحبون تشوفونها. طبعا نظام اللعبة عندك السنجل بلاير كامبين، تلعب على واحد، قصة، عندك طبعا عدة تطويرات للعبة، اللعبة الأساسية وتطويراتها، وعندك الثياتر فور اللي تقدر تلعبها مع واحد من ربعك إذا تبتلعبون، يعني تبتخلصون القصة فتقدر تلعب بهالطريقة، وعندك الأونلاين والسكيرمش اللي هو انك تلعب ضد ناس ولا تلعب ضد الكمبيوتر ولا تسوي لك لعبة على كيفك انت وربعك ولا تدور لك معركة تدخلها، وطبعا تقدر تطالع اي معركة الناس قاعد يلعبونها وهكذا، التدريب والسوالف هذه. عندك ايضا اللعبة طبعا على ستيم فيها مودات، شيء طبيعي اغلب الالعاب اللي على ستيم تلقى فيها مودات، فالمودات هذه راح تقدر تغير اللعبة بطريقة يعني ايجابية اكيد. طبعا نظام الحملة راح يعلمك شلون تلعب اللعبة، وتقدر يعني تشوف مواقع جنودك وشلون تقدر تتعامل وياهم وشلون تطور الجنود شوي شوي وشلون تدعم ربعك، فيعني راح يعطونك معلومات وطريقة لعب شوي عشان تقدر تباري الناس، خصوصا ان اللعب ضد الناس هو الممتع. فلو تلاحظ ان تصوير اللعبة ايضا تصوير حلو، يعني تلاحظ ان الجنود شلون ترامون بينهم بين بعض. طبعا راح تحسب ان المدى اللي قدامهم اذا كانوا يقدرون يشوفون عدو، حمايتهم، الكبر اللي قدامهم، شلون يقدرون يدافعون عن نفسهم، كل هذا راح تحسبه في اللعبة. اللعبة طبعا يعني فيها عمق وفيها تعب وفيها ناس يعني تشتغل من قلب، ف يعني اذا تبي تلعب اللعبة هذه لحالها بس تقدر تلعبها، لان في ناس اصلا متخصصين في اللعبة هذه. وهذه المهمة الأولى، يعني طالبين مننا أن نمنع الألمان أنهم يدخلون على المنطقة، فشيء طبيعي يعني أن راح نقدر نوقفهم لأن يعني على كمبيوتر طبيعي. طبعا تقدر أيضا أنك يعني تشوف المان باور اللي تحت، عندك الفشق وعندك الفيول البنزين وعدد الشعب اللي تقدر تأخذه، فتقدر تدخل المباني وتقدر تدافع داخلها، تقدر تستدعي كونسكريبت اللي هم متطوعين. طبعا بروسيا بالحرب العالمية الثانية ما كانوا في متطوعين، كان تعال داوم يا عسكري. عندك يعني هذول الكونسكريبت راح تحتاج انك تدعم ربعك على طول في المعركة، فانا بندخلهم هني خلهم يدشون الحرب وندخلهم المباني ويعني نمنع تقدم العدو. الخبرة في كل كتيبة تاخذ لها خبرة وفي تطوير، يعني مثلا هذا راح يسمع لهم انهم ياخذون مهارة، طبعا كل دولة لها مهارة غير ولها ميزات غير، فلازم تنتبه على شنو راح يسوون. فعندنا هذه وصلة نجمتين، عندنا هذه وصلة نجمة، فراح يفتح لهم اشياء اضافية. واكيد احلى ما في اللعبة هو نظام المعارك داخلها، يعني الجندي شنو يقدر يتغلب عليه، اذا ركبت عليه بازوكا، حطيت عليه قاذف لهب، الرشاش، المشين جن وين تقدر تحطه وعشان شلون يقدر يغطي العدو، عندك الدبابات شلون تطورها، واكيد عندك الهدف هذا راح تقدر تطلع لك حافة ترك تغطي فيه اللي هو نصف مجنزرة، ولا تحتاج انك تطلع لك دبابة متوسطة، وعندك طبعا الكتيوشة تقدر تقصفهم من بعيد، وفيها حركات زيادة، يعني اللعبة فيها عمق وفيها حركات حلوة تقدر تطورها، واكيد انه يعني فيها متعه زياده خصوصا للناس اللي يحبون يلعبون الالعاب من هذه النوعيه. فعندك طبعا الالعاب المعروفه مثل جنرالز والحركات هذه، عندك الكوماند بوينتس اذا لفلت اذا ذبحت واجد راح تقدر تطلب المدفعيه وتدمر العدو. فهذه النقطه اللي بنوقف فيها الفيديو، اشكركم شباب على المتابعه، ان شاء الله انكم استمتعتوا. فيديو سريع نتكلم فيه عن لعبة Company of Heroes 2. اللعبة يعني مجانية وحاب اني بس انشرها، يعني اوصل الخبر انها مجانية عشان اكثر ناس يقدرون يلعبونها. اشكركم على المتابعة ونشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.